كما أحيا أبناء مدينة التربة جنوب تعز حفل إيقاد شعلة الذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير الشبابية السلمية. وأوقد شعلة الذكرى الثامنة قائد الكتيبة الأولى في اللواء الرابع مشاة جبلي العقيد عبد النعمان الزريقي والأستاذ محمد محمود عن السلطة المحلية في مديرية الشمايتين وعدد من قيادات ثورة فبراير في المدينة. وفي الفعالية التي دعا إليها ونظمها مجلس شباب الثورة السلمية في تعز وشباب الثورة في الشمايتين بالتنسيق مع السلطة المحلية في مديرية الشمايتين، ردد المشاركون الهتافات الثورية رافعين الأعلام الوطنية. وأطلق المحتفلون الألعاب النارية في سماء المدينة وفي التباب والجبال المحيطة، كما شارك في الفعالية التي أقيمت أمام مبنى المجمع الحكومي في مدينة التربة العقيد عارف المقتري القيادي في اللواء 35 مدرع ونائب مدير أمن المديرية العقيد عمر الزين، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات الأحزاب السياسية في المديرية. ونبقى في الأجواء الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير وتحديدا من تعز ومدى تواجد السلطة المحلية والشرعية في هذه الاحتفالات. تنضم معنا وكيل وزارة الشباب والرياضة سيدة نادية عبد الله لتضعنا أيضا في الأجواء في تعز وأيضا الحضور الرسمي للاحتفاء بالذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير. سيدة نادية مساء الخير ونرحب بك معنا في أخبار المنتصف وفبراير مجيد. فبراير مزيد على جميع المشاهدين وعلى جميع الشعب اليمني، وبالشغل التباريك والتهاني لجميع ابناء الشعب اليمني، مباشره بفخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن ورئيس الوزراء وجميع ابناء الشعب اليمني، بتلكم تحيات الشرعيه وسياده الدوله بمناسبه 11 فبراير. نضم صوتنا لصوتك سيدة نادية. إذا أنت في تعز وهناك احتفاء يعني يعم تعز من أقصاه إلى أقصاه، بالأمس تابعنا إيقاد الشعلة وتابعنا أيضا الحفل الذي أقامه تيار فبراير، اليوم السلطة المحلية وكذلك حفل خطاب وكرنفالي، تضعين في هذه الأجواء سيدة نادية وكيف تبدو تعز وهي تحتفي بالذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير؟ طبعا يجب ان نتطرق اولا انه 11 فبراير جاءت اولا لاستكمال ثورتي او استكمال تحقيق اهداف ثورتي في ثوره سبتمبر و14 اكتوبر. اليوم نحن هنا في تعز كممثلين للشرعيه والحضور ونحاول ان نؤكد ان الدوله حاضره وموجوده في جميع احتفالات الشعب اليمني وايضا في جهودها السعيه لتحرير اليمن من ميليشيات الانقلاب. جاءت هذه الثوره من اجل استكمال اهداف 29 سبتمبر و14 اكتوبر. تمثلت 11 فبراير وانتجت حوار وطني وانتجت مخرجات الحوار الوطني التي جاءت من اجل اعاده الاعتبار لاهداف الثوره العظيمه ثوره 29 سبتمبر، ولكن للاسف هناك ميليشيات تريد عودتنا الى قبل 50 سنه. فشباب الثوره يؤكدون من يوم الى يوم من سنه الى سنه انهم مستمرون بثورتهم من اجل تحقيق هذه الاهداف العظيمه، واليوم شباب الثوره نجدهم في جميع ساحات وجبهات القتال، نجدهم جميعا يسعون من اجل انهاء هذا الانقلاب و عودة البلاد للأمن والاستقرار. جميل جدا، يعني أنت تؤكدين سيدة نادية أنه شباب فبراير يعني ماضون على العهد لتحقيق أهداف الثورة، كما تحدثت الذي أعاق يعني تحقيق هذه الأهداف الانقلاب الذي قامت به الميليشيا. طيب كونك إحدى القيادات في ثورة فبراير حاليا سيدة نادية وأيضا أنت الآن تشغلين منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة، لو تحدثينا عن برامجكم الآن لتطبيق أهداف فبراير، يعني كثير من الشباب الثورة الآن هم مسؤولين، فبالتالي ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقكم الآن لتحقيق ثورة أهداف ثورة فبراير؟ أولا يعني يجب أن يفهم الجميع أنه ليس أمامنا حل سوى أن نبني وطن لنا جميعا، ليس أمامنا حل سوى أن نستعيد الدولة ونستعيد الشرعية من جديد. اليوم نحن اليمنيين أمام اختبار ومرحلة تاريخية صعبة جدا، يجب أن تضع في أجوبة ونترفع قليلا عن كل المناكفات. اليوم نحن
أمام مرحلة تاريخية صعبة، أما أن نكون أو لا نكون، يجب أن نستعيد دولتنا، يجب أن نستعيد الجمهورية، يجب أن نستعيد الشرعية، يجب أن نستعيد وطننا. اليوم الوطن مسلوب، اليوم لا يوجد فيه أي سفارة لدول العالم. اليوم نحن بلا وطن بلا دولة، فليس أمامنا حل كيمنيين جميعا، ليس فقط مسؤولية شباب الثورة فقط. اليوم شباب الثورة كما قلت لك من قبل، شباب الثورة اليوم متواجدين في جميع ساحات جميع ساحات الحرية والكرامة، في جميع جبهات القتال، يقدمون حياتهم من اجل سعادة الدولة وسعادة الجمهورية. يجب على جميع ابناء اليمن يدركوا هذا، ويدركوا انه نحن كشباب ثورة خرجنا من اول يوم ولن نترك الساحات، وأردناها سنية، ولكن للاسف هناك من ارادها ان تكون بالرصاص. ليس امامنا حل جميعا، سواء كان شباب الثورة او غير شباب الثورة، الا ان نتحد ونترفع عن كل المناكفات السياسية وعن كل الخلافات والخصومات، لانه لا سبيل لنا اليوم. اليوم نحن بلا دولة، اليوم مؤسسة الدولة منهوبة، اليوم لا أحد يتعامل معنا في العالم كدولة. يعني اليمني أصبح لا يستطيع أن يسافر إلى أي مكان في العالم، لا يوجد أي سفارة لدينا هنا. نعم، علينا مسؤولية تاريخية، ماذا سنورث للأجيال القادمة؟ يعني يجب أن نتحد جميعا من أجل إسعادة دولة لنا جميعا، ليس لشباب الثورة فقط، وليس لحزب معين أو لتيار معين، بل لنا جميعا كيمنيين يجب أن نسعى لتحقيق هذه الإرادة للجميع، وهذا ما علينا أن نتحد فيه اليوم. وهذا ما يؤكده شباب الثورة في جميع الساحات، ويسعدون ويقودون شعلة الثورة بإرسال رسالة للجميع للداخل والخارج أن نحن مستمرون بالتغيير، لن نترك بلادنا تضيع من أيدينا، لأنه ليس لنا حل إلا أن نستعيد هذا الوطن. جميل جدا. طيب سيدة نادية، أختم معك، بالنسبة يعني تواجدك الآن في تعز، هل هناك برامج ستقوم بها وزارة الشباب والرياضة؟ ما نصيب تعز من ذلك؟ طبعا كما تعلمون مكتب الشباب والرياضة في تعز مكتب جدا ناشط، يقوم بالكثير من الفعاليات الرياضية داخل المحافظة رغم الحصار ورغم الحرب، ولكنه يسعى دائما لتقديم الكثير والكثير من الأنشطة. تواجد اليوم في تعز من أجل تفعيل قطاع المرأة هنا داخل تعز. المرأة لها دور كبير جدا، نعم، هي نصف المجتمع، وهي من 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 من, من, من تتحمل العبء الأكبر خاصة مع ظروف الحرب والحصار. نعم، فنحاول قدر الإمكان تفعيل قطاع المرأة هنا في تعز، تفعيل الأنشطة التي ستساعد المرأة على مواصلة الحياة ومقاومة الحياة ومقاومة أيضا الحرب والحصار. نسعى جاهدين لتنشيط وإيجاد دور فعال للدولة في جميع المحافظات، ليس فقط في تعز. نعم، كل التوفيق لوكيل وزارة الشباب والرياضة سيدة نادية عبد الله، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.